سؤال آخر قبل أن نغادر موضوع السكري. نحن كل سنة وأنتم طيبين على أبواب أو رمضان على الأبواب، فدائما يحدث نوع من النقاش في أي مجتمع يعني يقوم به الناس في بصيام رمضان الفضيل، إنه هل يمكن لمريض السكري أن يصوم أو لا. الحقيقة أنا أعمل في أمريكا، وخبرتي مع السكري في رمضان والصيام ليست بالكبيرة مقارنة مع زملائي الزملاء استشاري الودد هنا في مصر وفي جامعة الإسكندرية. فهناك محاضرات سمعتها وأخرى خلال المؤتمر هذا تتكلم عن النصائح المناسبة للناس اللي عايزين يصوموا برمضان وعندهم سكري. بشكل عام أنا لا أريد أيضاً أن أقدم أي فتاوى دينية. الموضوع الذي أقوله أن إذا كان الصيام وبالذات في هذه الأيام حيث الصيف النهار طويل وعدد ساعات الصيام طويلة والجو حار ويتعرض الناس للإصابة بالجفاف نتيجة يعني نقصان السوائل، إذا كان ذلك يؤثر على صحة المريض سواء عنده النوع الأول أو الثاني من السكر وبالذات النوع الأول، فربما من ناحية طبية ربما يفضل عدم الصيام، ولكن أنا لا أقول ذلك من وجهة نظر فقهية ولكن من وجهة نظر صحية، وأترك التفاصيل في ذلك لزملائي وإخوتي الاستشاريين في البلد هنا لأنهم يتعاملوا مع هذا. نحن هناك في أمريكا لدينا فقط عدد قليل جدا من المرضى الذين نعالجهم هناك من المسلمين، فلذلك خبرتي محدودة. الآن بعض الأسئلة السريعة عن الأمراض الأخرى بالإضافة للسكر. في تخصصنا هناك أمراض الغدة الدرقية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية مثل Graves disease أو نقصان عملها مثل هاشيموتو أو سرطانات الغدة الدرقية، هذه بعض الأمراض الأخرى. ثم هناك مرض هشاشة العظام، ثم هناك الأمراض الاعتلالات الهرمونية عند الرجل وعند المرأة من نواحي هرمونية أو من نواحي الإخصاب وهكذا. ثم هناك أمراض إلى حد ما أقل شيوعاً مثل أمراض الغدة النخامية وأمراض الغدد الكظرية أو فوق الكلوية والتي تفرز هرمونات الاستيرويدز وهكذا. السؤالان الأخيران يتعلقان أيضاً بما هي أبرز الأعراض التي تنشأ عن اضطرابات الغدد. هو صحيح تخصصنا تخصص إلى حد ما كبير ومتشعب، فلذلك ليس هناك يعني ميكانيزم واحد يفسر كل ذلك، لأن كل نظام غدد في الجسم يعمل بطريقة فريدة. فهناك مثلا الغدة الدرقية وجاراتها، يعني الغدة الدرقية تفرز هرمون الثايروكسين وهذا يتحكم في نشاط الإنسان وفي الميتابوليزم اللي هي عملية الأيض، وقد يكون له علاقة بالوزن وأمور أخرى والشعر وهكذا. فلذلك زيادة أو نقصان غدة الثايروكسين له أعراض معينة من السهل الانتباه إليها وتعالج بأخذ، إذا كان نقصان يؤخذ الثايروكسين، وإذا كان فرط تؤخذ علاجات أخرى. الغدد جرات الدرقية الباراثايرويد هرمونز بيتحكموا بالكالسيوم في الدم وبصحة العظام وهكذا. فالغدد
التي نتعامل معها غدد عديدة بالصحيح ومتشعبة. أعتقد قد تكون هذه لمحة ونبذة سريعة عن تخصصنا بشكل عام والأمراض التي نعالجها وبعض النصائح التي أشرنا إليها وبالذات فيما يخص السكر، لأن السكر من الأمراض فعلاً الخطيرة في المجتمعات وتؤدي إلى مضاعفات شديدة، وكذلك علاجها يكلف الدول مبالغ طائلة، والوقاية خير من العلاج، وبالذات في مرض السكر. يعني أنصح بالحركة والنشاط وتجنب السكريات الزائدة والنشويات والمحافظة على وزن معقول للجسم، لأنه كلما زاد الوزن يؤدي ذلك إلى مضاعفات كثيرة. وفي النهاية أشكر مرة أخرى القائمين على هذا المؤتمر العزيز على قلبي وعلى رأسهم البروفيسور الدكتور علي العباسي، والذي دعاني للمشاركة في هذا المؤتمر، وكذلك جميع زملائه والقائمين على المؤتمر، وكذلك شركة آيكوم، لأنها بالفعل تحسن إدارة هذا المؤتمر، وهذا هو المؤتمر الرابع الذي أحضره. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.